الآن كلمة اللجنة التحضيرية تبقيها قائدة ولا الحلمي عضو اللجنة الوطنية باسم المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. تحية أخوية وتشكيل صادقة لكل الحضور. تحية أخوية وتشكيل صادقة لكل الحضور الكريم. في البداية لا يسع اللجنة التحضيرية إلا أن ترحب بحضوركم معنا أشغال وثمرنا هذا الذي يتم تنظيمه بشراكة بين فرعي طنجة أمومة وطنجة سوادي، والذي هو تتويج لجهود مجموعة من شباب يشكل خريطا من صدماء المنظمه بمدينه طنجه، وشباب جدد اجمعوا وعزموا على لم شمل الاسره الكشفيه بعد حوالي 12 سنه من الحضور والجهود. ونحن ان نجتمع اليوم من اجل تجديد فروع منظمتنا العتيده بالمدينه، نعرب عن اصرارنا على بث روح جديده من انقاض كادت ان تمحوها عوامل التعريه الزمنيه التي اكست كل اوساط المدينه في الانشطه الكشفيه الهادفه. وهذا المؤتمر يتم تنظيمه تحت شعار الكشفيه مدرسه من اجل الحياه، يعتبر تاكيدا لدور الحركه الكشفيه في تربيه ناشئه قادره على تحمل المسؤوليه بل والاطلاع بالادوار القياديه في المجتمع باعتبار منهجيه متكامله في العمل تعتمد على دمج التجربه الميدانيه عن طريق حياة الخلاء مع الجانب النظري عن طريق التدريبات وفق مناهج متطورة تعمل على تنمية القدرات الفكرية للفرد. كما نتوخى في إطار استراتيجيات مستقبلية للمنظمة انخراط فاعل في الأوراش الكبرى للتنمية والتي يقودها جلالة الملك نصره الله، تماشيا مع دور الحركة الكشفية في خدمة وتنمية المجتمع كتنظيم مصرح له بصفة المنفعة العامة. بيد أن حضوركم معنا اليوم هو دعم لانطلاق مسيرة كشفية حافلة ومن شأنه تحفيزنا على مزيد من الجهد والعطاء لما فيه خير وصالح نتيجنا المجتمعي الذي نطمح أن نراه في قمم تطوره وازدهاره. وفي النهاية نرجو من الحضور الكريم دعم هذه المبادرة الكشفية الشابة حتى يتسنى لها القيام بدورها على أكمل وجه، وشكرا. شكرا لك عبد الله، يعني